مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رح نحكي عن طريقه استخدام جهاز اونم، جهاز التبخير الخاص بالاطفال. رح نشرح بالتفصيل كيف يتم استخدامه بالمنزل. هلا هذا الجهاز من شركة أومرون. طبعا نحن ما هذا فتحناه من الكرتونة مشان نفرجيكم اياه، هذا فقط للأطفال. رح نشرح بالتفصيل طريقة الاستخدام. هلا جهاز أومرون جديد للأطفال، ما في داعي تعملوا أي شيء بالجهاز هون، أنتم فقط بتحطوه بالكهرباء وتوصلوه بالكهرباء. رح نحكي لكم هلا طريقة توصيل العدة تبعتهم. في عنا أول قطعة، هاي القطعة اللي بتوصل الدواء للطفل، بيتم تركيبها في الجهاز. في عندي نوعين من التوصيلة، هاي اللي لونها أزرق واللي لونها أخضر. هلأ اللي لونها أخضر هاي نستخدمها لما الطفل بيكون في عنده التهاب في التنفس العلوي، يعني التهاب في الساينوسايتس، التهاب الجيوب او التهاب في الحلق. هاي نستخدمها لما بيكون الطفل عنده التهاب في القصبات او بنسميه اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. هلا الطفل اللي عندنا عنده التهاب في القصبات، فعنده لور، فرح نستخدم له هاي الازرق. هلا العلاج بيتم وضعه بهاي الكتو او بهاي العلبه البوتل، وبيتم تركيب عليها العلبة عن طريقة اللوك. لازم نسمع صوت تيك لما نحنا بنحطها، هيك تم التركيب. هلأ الفتحة أو الثقب هاي لازم نحنا نضع فيها الجزء الثاني من الجهاز. بهاي الطريقة نحنا أوصلنا الجهاز بسخن وبيروح بيحول الدواء، بيكون سائل الموجود هون على شكل بخار لنعطيه للطفل. هلا في قطعه هون مهمه لازم نحن نركبها للبيبي. هلا الطفل تحت السنتين دائما بننصح انه ينحط له هاي القطعه، راح نفرجيكم اياها حاليا. هاي القطعه، هاي القطعه بتنحط على ذقن البيبي، حفرجيكم اياها، راح نستعيد بنتك شوي. هاي على ذقن البيبي، وهاي هون هاي على الانف مشان نسكرها، وهلا حنجربها على البيبي بشكل مباشر. مثل ما شايفين هيك لازم يتم انطباقها. طبعا الطفله هاي عمرها 5 سنين، البيبي اصغر، حيتم انطباق بهذا الشكل، انه يكون الانف من هون مسكر، من هون مسكر، ارفع راسك حبيبتي، وهون بهاي الطريقه مسكر، عشان نضمن انه الدواء البيبي عم بياخده بشكل مباشر من هاي الفتحه لعنده. وهلا رح نركب مطاطه تكون دائريه على كل الراس. هلا رح نحاول نربط الماسك تبع الطفل بهاي الطريقة. الكل كثير امهات او ام الطفل الحالي الموجودة هون سألتنا انه ليش ما فيش داعي اربطها، بس صراحة احسن عشان انت تتحكمي بمدى انطباق الماسك على وجه البيبي. هاي الجزئية جدا مهمة، ما ننسى نحطها جوات البوتل. عاد احكي ما ننسى نحطها جوات البوتل لما بنضغط هون وبنعبي الدواء هون عشان نعمل تسكير مرة ثانية. حكينا في قفل، هذا القفل زي ما انتم شايفينها لازم يعمل صوت تك مرة ثانية. هلا بنركب هذا الجهاز بهاي الطريقة، حافرجيكم تيست. هلا بالنسبة للدواء، هلا بالنسبة للجهاز، هاي تتغسل بالمي الدافية، هاي فيكم تغسلوها بالمي الدافية بعد كل استخدام، ونفس الشيء لهاي ونفس الشيء لهاي، تنفك وتتغسل بالاستخدام، كلياتهم بتغسلوا بعد الاستخدام. هلا رح نشوف الأدوية. طبعا كل طبيب بيكتب طريقة استخدام الأدوية، أنا كتبت لها طريقة استخدام هنا الأدوية حسب وصفة الطبيب، بس رح نفرجيكم بشكل سريع كيف تحط الدواء جوات العلبة. هلا الدواء بينحط عادة بهاي العلبة، زي ما حكينا بهاي العلبة بينحط الدواء بهاي العلبة حسب الملات. مثلا دكتور كاتب لها 2 مل من المي ومع 2 نوع من الأدوية، حفرجيكم إياها. هلا غالبا
بيستخدموا سيروم نورمال سلاين، لازم يكون عليه مكتوب عليه ايزوتينيك صوديوم كلورايد، هذا بس مي وملح، بس لازم يكون هيك مسكر مغلف عشان يكون معقم. هلا نحن رح نفتح هذا العلبة ثابتوس. هلا فتحنا هاي العلبة ورح نسحب من هاد السيروم المي مشان الدواء. هذا السيروم. هلا رح ناخذ السرنجة، والسرنجة رح نسحب 2 متر من مثل ما الدكتور واصف للطفل. حوالي سحبنا تقريبا 2 مل بالضبط. هلا هاي الابره بنشيلها، بنفكها هيك بهاي الطريقه، بنجيب هاي العلبه وبنفضي فيها الدواء اللي هو 2 مل. طبعا الدكتور كتب لها امبوله من هذا الدواء وكتب لها أمبولة من هذا الدواء، بس احنا ما رح نستخدمهم لأنه حرام يكبوا على الفاضي، بس رح أفرجيكم شكلهم من جوا. هاي بودوسونايد أو اللي نحن بنسميها البالمي كورت، بتيجي بهاي الطريقة. غالبا كل استخدام بيكون أمبولة كاملة بيتم استخدامها. نحن بهاي الطريقة بناخذ واحدة طريقة الفتح تبعها شوي مختلفة، بس بنعملها ببرم، بنبرمها، ما رح افتحها مشان تنكب على الفاضي، نبرمها وبعدين بنفضيها كلياتها بنفس العلبة اللي احنا اعطانا اياها الدكتور او اللي بنحط فيها الدواء. هاي البودوسونايدز او البالمي كورت هي عبارة عن تايب من الكورتيزون. هذا فنتولين، هاد فنتولين، هذا العلاج الأساسي، هذا موسع القصبات. طبعا بنفس الطريقة رح نعمل، رح نفتحها ورح ناخذ هاي الأمبولة مرة ثانية ورح نكسرها بهاي الطريقة ورح نعمل برم، رح نبرمها ورح نفتحها بهاي الفتحة ورح نحطها جوات هاي الجهاز. طبعا هلا تخيلوا انه جهزنا هاي الأدوية كلها، رح أفرجيكم كيف تجهزوها. تمام، هلا حطينا هاي هون وحطينا هاي الجهاز بهاي الطريقة هيك، تمام. وهلا رح نركب هاي هون بهاي الطريقة، ورح نركب الجهاز بالكهرباء. هل شو بنعمل؟ تخيلي هاي هيك، تمام، تمام. وهيك بعد ما خلصنا، بعد ما نغسل هاي القطع بنفتح هاي العلبة بنخبي أغراضنا لا سمح الله إذا ستحتاجها في الاستخدام القادم.